كابتن احمد الشناوي معاك، المسؤولين عن الفان بيج بتاعتك عايزين بس كلمه لاعضاء الجروب اللي على الموجودين. طبعا بقول لهم تابعوني على الفان بيج بتاعتي، انا بتابع كل الكومنتات وكل الاراء بتاعتكم، وانا يعني بقول ان شاء الله دي تبقى حاجه كويسه وتبقى خط تواصل بيني وبينكم، وان شاء الله الناس يا كابتن فرحت قوي لما انت تمسكت بالزمالك، رغم لما كان حتى في للمصري هيرجع وكده حضرتك تمسكت بالزمالك. انت ده كان يعني نبع مثلا من انتمائك يعني انت حابب ان الوجود، ولا انت عشان الزمالك بس في انا افريقيا؟ عايز لا لا مش كده خالص. نادي الزمالك طبعا نادي كبير، ويعني شرف ان الواحد مش يلعب فيه يلبس التيشيرت بتاعه بس، فطبعا ده تحدي مع نفسي، وانا فخور ان انا في الزمالك، وان شاء الله اقدر اقدم حاجه مع الزمالك. وبقول مره تانية تابعوني وعلى الفانبيج بتاعتي، وان شاء الله تبقى حاجه تبسط حاجه تانية. تلعب الاهلي يا كابتن ولا مش عارف والله، ده حاجه تانية. انت ربنا يكرمنا بس النتيجه ايجابيه ان شاء الله.